في كرة القدم حتة الطار ورد الاعتبار والكلام ده بيبقى كلام كبير شوية، لكن هي في النهاية يعني لازم تقول ان هي مباراة مختلفة عن الاولى خالص، مباراة السيمي فاينال مختلفة عن حسابات المجموعة. احنا خدنا اول مباراة في المجموعة قدام الفيصلي، لكن المباراة الثانية مختلفة تماما يعني. فكل اقدر اقوله ان احنا ان شاء الله الرحمن عازمين على لقاء قوي باذن الله تعالى يأهلنا للفاينال باذن الله. رؤيتكم كجهاز فني للبطولة كابتن سيد، ومدى استفادة النادي الاهلي من المشاركة في البطولة دي؟ يمكن عندنا استفادات كثيرة، جزء منها كبير قوي رايح بعدد اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل طويل في البطوله المحليه او الدوري. دلوقتي الحمد لله 4 من شاركوا وقدموا مردود طيب جدا جدا جدا، فالاستفاده كانت فنيه بشكل كبير قوي، عدد كبير من اللعيبه مش عدد قليل يعني. الخطه او البرنامج الخاص بالفريق خلال المرحله الجايه، خصوصا ان حتى ان شاء الله لو تاهلنا للنهائي هيكون في مباراه سموحه بعديها بكام يوم، هل هيبقى في معسكر مستمر في اسكندريه ولا هيبقى كابتن حسام البدري؟ هنقعد النهارده مع كابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري هيحط رؤيته بقى للفتره اللي جايه، لكن كل اقوله ان الفريق جاي النهارده، انا مستنيهم هنا وهيجوا النهارده بالليل بعد تمرين 9-6 ان شاء الله الرحمن على برج العرب باذن الله. مواجهه اهم هتبقى مع الترجي في بطوله افريقيا، هل كنت تفضل او ممكن لسه في فرصه ان احنا نقابل الترجي ده بالنسبه لك او بالنسبه لكم كجهاز فني شايفين النقطه دي؟ يعني نتكلم في البطوله العربيه، وكل وقت له حساباته وكل مرحله ليها تفكيرها يعني، فخلينا في البطوله العربيه في الوقت الحالي ومباراه الفيصلي يعني.